في عالم الألعاب نحن كجيمرز نقضي الكثير من الوقت على هذه الألعاب، جاهلين الوقائع والحقائق التي تحدث وراء أبواب هذه الألعاب، ولكن لا تذروا، لأنني هنا في فقرة Desert Dust Gaming Facts لكي ينور عقولكم بجميع حقائق ألعاب الفيديو، ربما جميعها. Resident Evil 4 تحتوي على مجموعة رؤساء رائعة وممتعة، ولكن بعضهم جعلني أخاف من ظلي لمدة أيام. أولهم كانت السمكة العملاقة في البحيرة، لعنة الله عليك. ولكن بما أنني أصبحت كبيرا وشجاعا حان الوقت للانتقام منها. على ما يبدو هؤلاء أبناؤها أو ربما أولاد عمتها. حان وقت الصيد. نووووي في ديوس إكس مانكايند ديفايدد، إذا ذهبت إلى هذه المنطقة ونزلت إلى الأسفل ستجد مجموعة من الألعاب كالكومبانيون كيوب من بورتل 2، توم رايدر ليجندز، ديوس إكس هيومن إيفولوشن، سول ريفرز، وهيت مان. هذا على ما يبدو مجموعة أشياء تخص ألعاب الفيديو لجيمر قديم. إذن هذا ما سيحدث إلى مجموعة ألعابي في المستقبل، ستركن في محل البيع. حسنا، سأكتب رسالة في أحد الألعاب ليراها الأشخاص في المستقبل. نعم، سأكتب شيئا مفيد ليستفيدوا به في حياتهم. في شابتر 3 من ماكس بين 3 ستجد غرفة اجتماعات في الليفل، بداخلها هناك تلفاز، قم بتبديل القنوات حتى تجد القناة التي تبث مسلسل دراما. مشاهدة المسلسل جعلتني أتذكر شهر رمضان والمسلسلات التافهة. ماذا يحدث؟ هناك خيانة في الموضوع. يا لهذا الحماس، هذا أفضل بكثير من المسلسلات الخليجية المملة. ما الذي يحدث؟ ماذا الشيء؟ أعتقد أن هذا الطفل يسمى كوروبيرا، وهو مخلوق خرافي من أساطير البرازيل القديمة. كما ترون قدمي مقلوبتان وشعره أحمر، وطبعا شكله قبيح جدا. أتوقع أن المرأة فعلت شيئا مع دمية الترول القبيحة، يشبهها كثيرا. أسحب كلامي، مسلسلاتنا أفضل من هذا الرعب، أو ربما لا. في Metal Gear Solid 4 عند قتال البيوتي اند بيست يونت سيتبعون سنيك للإمساك به. إذا واصل سنيك الهرب منهم لمدة معينة ستتحول الشاشة إلى أبيض والأسود، وبعد لحظات ستنتقلون إلى مكان أبيض بالكامل. الآن إذا أخرجت الكاميرا سيتشكلون الفتيات في أوضاع للتصوير، ولكن هناك مزيد. إذا فتحتون الآيبود على هذه الأغنية ستبدأ الفتيات بالرقص. يا لهذه الحركات الرائعة، يا ليت أستطيع جعل أي شخصية تبدأ بالرقص عند تشغيل هذه الموسيقى. أعتقد أنني تقيأت قليلا بعد مشاهدة هذا المنظر، أعتقد أنني سأكتفي بالفتيات. أتمنى أن أعجبكم الفيديو، لا تنسوا أن تلاحقوننا في إنستغرام @ديدس جيمينج، ولا تنسوا أن تضغطوا حبة اللايك والسبسكرايب. تذكروا لا تكونوا بخلاء، لأن هذا لن يؤثر فيكم شيئا. وإلى اللقاء، نلتقي في فيديو جديد.